ازيكوا حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو اللي دايما بتستنوه وبتحبوه جدا جدا، فيديو اسعار الخضار والفاكهه. تمام، النهارده خضار، ما جبناش فاكهه. اولا الخضار النهارده صدمني بالاسعار بتاعته خالص خالص، والحمد لله ما بقاش فلوس نجيب فاكهه. فتعالوا نشوف كده وناخد نبذه النهارده عن اسعار السوق، والسوق بتاعي اللي انا بشتري منه الخضار بتاع طلبات البيت منين؟ سوق السيده عيشه في القاهره. تمام، ده السوق اللي انا بشتري منه دايما الخضار. عايزه اقول لكم ان ده المفروض ان هو ارخص سوق، امال الاسعار عندكم انتوا عامله ازاي؟ عايزه استنى كده تعليقاتكم وتقولوا لي الاسعار عندكم عامله ازاي، نفس الاسعار ولا ارخص ولا اكتر. تمام، تعالوا نشوف كده النهارده لما نزلت السوق انصدمت ازاي. اول حاجه البسله، اليومين دول وقت التخزين بتاعها، اللي عايز بقى يجيب بسله ويخزن هو ده الوقت المظبوط. شهر واحد يا جماعه احسن وقت ان احنا نشيل فيه البسله. ان شاء الله باذن الله هنزل لكم بقى بتفريزات رمضان. كل سنه وانتم طيبين، والى هم بلغنا رمضان، ومين ما يسمعش كلمه رمضان وقلبه ينشرح. عايز اقول لكم ان شاء الله باذن الله هنبتدي سلسله تفريزات رمضان مع بعض عشان نفرز مع بعض، وان شاء الله باذن الله الناس اللي مش هتقدر ان هي تفرز التفريزات كلها موجوده عندنا والتوصيل لحد باب البيت. تمام، فاي كميه من اي حاجه هسيب لكم الفيديو اللي فيه الاسعار وفيه كل حاجه بتاعت التفريزات، وتفريزات جيجي لا يعلى عليها، جيجي يعني ملكه التفريزات. النهارده عشان ما اطولش عليكم، بس النهارده جبت البسله ب 6 جنيه ونص، سعرها كويس جدا جدا، وكان فيه ب 7 ونص، جبت ب 6 ونص الصراحه. تمام، جبت كيلو ونص ب 10 جنيه، ده كده كيلو ونص ب 10 جنيه. جبتي ايه كمان يا جيجي؟ بس سعر البسله كده كويس. بقيه الاسعار بقى هنشوف. بسم الله، بصوا يا جماعه انا لقيت الفلفل ده، تمام، ده رومي مش حامي، بس طويل كده يعني، لا هو ماشي الوان ولا هو ماشي رومي، بس ما علينا. المهم لقيته ب 10 جنيه، جبت نص كيلو ب 5 جنيه، ده كده نص كيلو اهو فلفل، فانا هستعمله بديل فلفل الالوان يعني، لان لقيت فلفل الالوان عندنا عامل 15 جنيه، تمام؟ فجبت ده كده، انا بحب الاحمر اكتر من الاصفر يعني، فجبت ده النص ب 5، ده برضو كده سعره كويس. حزمة الخضرة عندنا بنص جنيه وبرضو سعرها كويس. جبت شوية خضرة كده اهو علشان نظبطهم ونحطهم في التلاجة. هقول لكم كمان ان شاء الله هنعمل فيديو تفريز الخضرة، ابقوا استنوا بقى فيديو تفريز الخضرة، ده مهم جدا لان في الصيف بتبقى غالية جدا جدا، وكمان بتبقى قليلة وصفرة فما بيبقاش حلو. جبت ليمون، الليمون بصراحة كنت عايزة اجيب زيادة شوية علشان كنت عايزة اعمل ليمون معصفر، الاصفر الجميل ده، عشان اشيل برطمان ولا برطمانين لرمضان، بس قلت اما اجيب بقى كمية على بعضيها تبقى للمخللات كلها عشان نعمل فيديو المخللات بتاعت رمضان ان شاء الله باذن الله بقى، والحركات والايه والتكات بتاعت جيجي. وكمان هنجيب اللفت والجزر، والجزر كمان سعره بقى حلو، ونعمل بقى المخلل المشكل اللي انتوا بتحبوه. المهم جبت الليمون ده بكام النهارده؟ جبت الكيلو ب 8 جنيه، تمام؟ جبت دول كيلو الا ربع، كيلو الا ربع ب 6 جنيه اهو، الكيلو ب 8. الطماطم اتجننت، اوعوا ما تكونوش شلتوا طماطم زي ما قلت لكم، تمام؟ انا كنت جايبه القفص 20 كيلو ب 40 جنيه، النهارده الطماطم ب 4 جنيه. بصفرة زي ما انتوا شايفين. جبت 2 كيلو ونص بكام؟ 2 كيلو ونص ب 10 جنيه، صح كده؟ ب 10 جنيه اهو، 2 كيلو ونص ب 10 جنيه، كيلو ب 4 جنيه. جبت البصل، البصل جبته التلاتة ب 10 اهو، في ب 4، بس انا قلت لا كده كده ايه، خلاص ده اخر البصل، مش هجيب كمية كبيرة لانه خلاص بقى بيزرع وما بقاش حلو. فجبت دول عملوا هو التلاتة ب 10، دول ما كملوش 3 كيلو، قال لي كملي، قلت له لا مش عاجبني البصل خليهم دول زي ما هم، دول قال لي عاملين 8 جنيه، قلت له ماشي بس، فدول على الميزان عملوا 8 جنيه. الجزر بقى حلو وبقى جميل 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 جميل، شايفين الجزر وجماله تحفة، ب 4 جنيه، حلو قوي سعره. هنعمل بقى المخلل والمربى والتفريزات بتاعت الجزر. بشيل الجزر ازاي متفرز هقول لكم برده الطريقه عشان ما يجلدش معاكي في الفريزر خالص. بشيل منه الحلق اللي هو بعمل منه صينيه سمك او اي حاجه، وانا بدخله في صينيه السمك بعمل كمان المبشور، وبشيل المبشور علشان في الحشوات برده للسمك والكلام ده كله، وبعمل اللي هو بتاع الخضار اللي هو شوربه الخضار والبسله والكلام ده كله، فدايما والجزر طبعا اللي هو بنشيل
بشيله، مربى الجزر تحفه قوي ومغذيه، وكمان عصير الجزر بشيله عشان خاطر رمضان، وبعمل الجزر المسلوق عشان بعمل مهلبيه الجزر بالبرتقال، دي برضو بتبقى حلوه قوي قوي قوي. ان شاء الله استنوا هبهركم يعني هجننكم. احنا قلنا كيلو الجزر بكام؟ ب 4 جنيه. تمام، جبت انا كيلو ربع ب 10 تقريبا، او كيلو ونص ب 6، اه لا كيلو ونص، قال لي دول طالعين كيلو ونص عاملين 6 جنيه. قلت له ماشي، اوكي مفيش مشكله. جبت البطاطس، البطاطس يعني ربنا هديها علينا شويه، البطاطس جبتها النهارده ب 6 جنيه اهي، دي انا حمرتها وطلعت حلوه قوي، اللي فيها النقط حمراء دي عامله 6 جنيه. جبت 2 كيلو ونص، 15 تقريبا صح كده؟ دي لا ب 6، 6 و6 12، دول عاملين 20 جنيه، 12 ايه؟ عاملين 20 جنيه، معلش عشان ايه؟ مهيس بس عشان انا اشتريت كل الحاجات دي من بياع واحد بس. الخيار النهارده من قلب السوق اللي هو اسمه صوبه تقريبا، او صابه، او مش عارفه اسمه ايه؟ صوبه، مش عارفه والله، المهم ده مش البلدي، ده مش الخيار بتاعنا البلدي. تمام؟ اسمه ايه؟ سوب، باين سوب صح؟ ده مش البلدي بتاعنا، ده عامل 7 جنيه ونص، 7 جنيه ونص. جبت دول كده، قال لي دول ب 10 جنيه، اهو دول كده عاملين 10 جنيه، يعني كيلو وربع الا واحده، اهم دول كده عاملين 10 جنيه، ولا كيلو وربع وواحده حاجه زي كده. الفلفل يا جماعه اتجنن ليه؟ يعني ايه ايه ليه؟ ليه؟ ليه فلفل الرومي يبقى ب 12 جنيه؟ يعني ليه؟ ايه السبب يعني؟ حد يقول لي علميا، علميا يعني ليه الفلفل الرومي عامل 12 جنيه؟ يعني مش عارفه. يعني انتوا عندكم كده ب 12 جنيه ولا احنا اللي بقينا اوفر قوي؟ بقينا اوفر، بقى السوق بتاعنا اوفر، بقى سياحي. تمام؟ الفلفل ب 12 جنيه، ده الرومي، تمام؟ الوقعة السوداء بقى، الانيال بقى، ان الحامي كمان ب 10 جنيه، لا ب 10 ايه؟ ب 12 جنيه والله العظيم، كمان الحامي ب 12 جنيه، انتوا متخيلين الوكسة اللي احنا فيها؟ يعني ده ب 12، الحامي ب 12 والرومي ب 12، طب الرومي ماشي يتدلع، الحامي يتدلع كمان؟ يعني الحامي يبقى كمان ب 12 جنيه؟ لا لا الموضوع بصوا خلاص، انا عايزه اوصل الموضوع ده لايه؟ لابعد حد. انتوا مش متخيلين الاسعار عامله ازاي، مجنناني. البتنجان الاكله الغامقه. زي ما بيقولوا الاكله الغامقه، البتنجان النهارده من في السوق ب 7 جنيه، ومش عاجبني وبتامر عليه، اقول له ده ب 7، ده ب 7، بصوا عامل ازاي، ومش عاجبني وب 7 جنيه. امال لو حلو شويه كان هيبقى بكام؟ انا جبت كيلو واحد، شكرا، هو كيلو. الكوسه عندنا ب 10 جنيه، جبت نص ب 5، شايفين الكوسه العدمانه دي ب 10 جنيه. والنبي حد يقول لي اللي احنا فيه ده حقيقي ولا دي تهيؤات وبيتهيأ لي يعني، بس الاسعار دي ايه؟ هستنى الكومنتات بتاعتكم، تمام، وهسيب لكم الفيديو بتاع الاسعار والحاجات اللي الناس اللي عايزه تفريزات وكلام من ده كله في اول تعليق ان شاء الله باذن الله. ويا رب النهارده كده يكون الفيديو بتاعي عجبكم، اللي انتوا بتحبوه بتاع المشتريات، ويكون كده خفيف على قلبكم، واكون فدتكم بشويه الحاجات دي كده اهو. عايزه اقول لكم ان هي قطعت 100 وحاجه، يعني مش 100 وكسور، يعني 100 و108 109 شويه الهبل اللي انا جبتهم دول. تمام، يعني شويه حاجات كده ما فيهاش لحمه ولا خضار ولا حاجه، شويه حاجات صغننين قوي للتلاجه والكلام ده كله. فيا رب كده ربنا يعني يديم علينا كده النعمة، ونقول الحمد لله على كل شيء. بس برضو يا جماعة يعني الأسعار بقت أوفر قوي قوي من أول السنة، فربنا يرحمنا برحمته يا رب. أتمنى بقى الفيديو النهاردة يكون عجبكم ويكون كمان نال لضاكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش أحلى لايك لأحلى جيجي، وأشوفكم إن شاء الله بإذن الله في فيديو جديد وإبهار جديد من مطبخ جيجي على قد إيدي، ولسه الإبهار مستمر، وهبهركم يعني هبهركم حبيب قلبي جيجي. مع السلامة.